قاصدة من سحر وترنيش ودوما تسلينا طوبي كثكث وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد سلام عليكم سلام سلام شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم سلام عليكم سلام سلام شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم قلوبنا فرحانا فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم جيتنا برضاكم لبيتوا دعوانا وإحنا يا بلقاكم قلوبنا فرحانا العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا العم يزيد يرحب بكم وألف تحية شكرا شكرا مدينة عينازال ولاية سطيف والولايات المجاورة كامل وجمهور أجمل عمو يزيد فرحان بزاف ليو معكم اليوم هنا في هذه المدينة الجميلة وهذا الجمهور الأجمل هذا الحفل تحت إشراف سيد والي ولاية سطيف من تنظيم مديرية الشباب والرياضة برعاية مجمع الشروق شركة رامي وشركة شيبس مهبول اللي اليوم رافقونا باش تفرحوا معنا كامل كاين هدية جبتها معايا من المفروض عطوكم الكتب قبل ما تدخلوا شكون يدا كتاب لبس لبس واللي ما داوش الكتب راح نتفاهموا مع مديرية الشباب والرياضة باش نخليو لكم كتب هنا ان شاء الله وتقدروا تتوجهوا لدار الشباب وتقتنيوا كتاب لكل عائلة باش ولادنا يسمعوا هذه الأغاني الجميلة عندكم كتب أعطي لي كتاب كتاب كما هذا واش رايكم يا احبائي انا كاين اغنيه هنا نحبها بزاف كاين اغنيه تتغنى بالقلم بالعلم ترقى الامم اذن القلمي اي صفحه قلمي قولوا لي اي صفحه صفحه أربعة برافو 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 إذن اللي عندكم الكتب قاعد فتحوا الكتاب صفحة أربعة وتغنوا معايا قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم إذن تغنوا كامل معايا بالعلم ترقى الأمم ولكن
ولكن ولكن ولكن راح نطرح عليكم سؤال. تحبوا الأسئلة ولا تحبوا الهدايا؟ في زوج. يلا شكون يقدر يقول لي البارح؟ اليوم رانا 30 نوفمبر، البارح كان يوم عالمي مهم جدا. كاين يوم عالمي اللي شافوا الحصة تاع عمو يزيد يعرفوه، اللي ما شافوش الحصة لاه غالب. 29 نوفمبر هو يوم عالمي مهم يتوقف فيه العالم كلهم، كل العالم يتضامن مع. شكون يقدر يقول لي؟ شوف شوف الشاطر هذاك، واسمك وليدي؟ اسمي سعيد بن ريما. واسمك؟ سعيد؟ سعيد بن ريما. سعيد؟ الله يبارك، ربي يخليك ان شاء الله دائما سعيد ان شاء الله. شحال في عمرك؟ 10. 10 ايام؟ 10 سنين. 10 سنين. شاطر؟ شاطر في الدراسة؟ نعم. إذن يوم 29 نوفمبر هو اليوم العالمي لي لحقوق الطفل. لا لا، هذاك 20 نوفمبر. لا لا، 20 نوفمبر هو اليوم العالمي لحقوق الطفل. شكون اللي يعرف؟ أعطي للشاطر هذا، أعطي له. واسمك؟ يحيى. شحال في عمرك يحيى؟ 11 سنة. 11 سنة. اليوم العالمي لي طفولة. لا لا، اليوم العالمي لحقوق الطفل هو يوم 20 نوفمبر، ولكن يوم 29 نوفمبر كان يوم عالمي مهم. شوف الشطرة هذه، واسمك بنتي؟ خديجة. خديجة، الله يبارك. شحال في عمرك خديجة؟ 11 سنة. شحال؟ 11. 11 يوم؟ 11 سنة. 11 سنة، الله يبارك. اليوم العالمي لي للتعاون مع فلسطين. لي التعاون مع فلسطين. هو اليوم العالمي لي مشي تعاون. سبتي الجواب، سبتي الجواب صحيح، ولكن هو يوم للتضامن مع فلسطين، مع الشعب الفلسطيني. تعالي بنتي، تعالي 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 احبائي. يوم 29 نوفمبر هو اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. العالم كله يتوقف، كل العالم يتوقف في هذاك اليوم باش يتضامن مع الشعب الفلسطيني. وإحنا الشعب الجزائري ما نحبوش الاضطهاد، ما نحبوش الاستعمار، نحبو الشعوب كلها تكون قائمة بأنفسها. إذن بنتي تعالي شاطرة، تعالي عاودي قولي لهم اسمك. خديجة. خديجة، تقراي مليح؟ إيه. شحال جبتي معدل؟ في اللي فات. سبعة. سبعة، برافو برافو. أعطيني الهدية تاعها، أعطيني الهدية تاعها، أعطيني الهدية تاعها. إذن خديجة، إذن بنتي تفضلي، رامي راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي هذا الحفل، يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تستفادي بها وتقدري تبقي معنا. خليها تقعد معنا، تغنوا كامل معايا صفحة 4. قلمي قلمي صغير الحجم، ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. يلا قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم، ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم، ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. به أرسم وبه أكتب ما يجول في خاطري، أحمله أينما أذهب يصحبني في مشواري. به أرسم وبه أكتب ما يجول في خاطري، أحمله أينما أذهب يصحبني في مشواري. قلبي قلبي صغير الحجم، ولكن
بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. فالعلم رهين بك قلمي، قلمي قلمي صغير الحجم، ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. فالعلم رهين بك قلمي، فالقلم دوما يحفظه حتى لا يمحيه النسيان. كل علم دونه وروى تاريخ الأزمان، فالقلم دوما يحفظه حتى لا يمحيه النسيان. قلمي قلمي صغير الحجم، ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. فالعلم رهين بك قلمي، قلمي قلمي صغير الحجم، ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. فالعلم رهين بك قلمي، قلمي آية من القرآن، وهو أول خلق الله، سخره رب المنان له في الدين والدنيا مكان. قلمي آية من القرآن، وهو أول خلق الله، سخره رب المنان له في الدين والدنيا مكان. قلمي قلمي صغير الحجم، ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. فالعلم رهين بك قلمي. شكرا شكرا شكرا. فالعلم رهين بك قلمي. القلم هو صديق التلميذ. لازم الواجبات تكون في وقتها. يجب الابتعاد عن تراكم الواجبات يا أحبائي، لأن تراكم الواجبات سبب من أسباب التسرب الدراسي، وسبب أنك تولي ما تحبش الدراسة. أحبائي، الدراسة أساسها هو النظام والتنظيم. نغنوا الأغنية تاع الواجبات، تعرفوها؟ ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. ويلاتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. يلا ويلاتي. بأشد العقاب. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. قالت أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. قبل بدء الدرس قالت أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. ضيعت
صاحبي معرفتي، نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزقي، ضيعت وقتي سودا في اللعب مع رفاقي، نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزقي، ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. بدأت معلمتي تجول عبر الصفوف تراقب واجب كل تلميذ، وحين وصولها عندي قالت أريني واجبك، فلم أتمالك نفسي وشرعت بالبكاء وقلت لا كلا لم أقم به، صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة، كلا لم أقم به، صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة، ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي، وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي، من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي، وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي، ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. شكرا 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 شكرا. أحبائي، من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي، وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. إذن أحبائي، المثابرة والجد في الدراسة، كاين وقت للعب كاين وقت للجد يا أخي. أحبائي بعد لحظات عندي مفاجأة لكم. هذه المفاجأة هي لاعب الخفة اللي جمعنا من مدينة البوليدة، عمو مراد رايح بعد لحظات يدي لكم ألعاب الخفة. تحبوا ألعاب الخفة؟
بقينا أيام فقط، أيام فقط مشي بزاف، والعالم كله يتوقف عند اليوم العالمي لحقوق الإنسان. كاين يوم عالمي لحقوق الإنسان ماهوش بعيد بزاف، باش نسهل عليكم الجواب، واش من تاريخ؟ ماهوش بعيد، باقي له أيامات. اليوم العالمي لحقوق الإنسان. أعطوا لها الميكرو. فوالا بنتي، واسمك بنتي؟ وجين بن عبد الغالي. الله يبارك. شحال في عمرك بنتي؟ 10 سنوات. 10 سنوات. شاطرة في الدراسة؟ نعم. الله يبارك. وقتاش اليوم العالمي لحقوق الإنسان؟ 12 ديسمبر. لا 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 لا، شوف الشاطر هذاك. واسمك ولدي؟ سليم كوسا. سليم، الله يبارك. شحال في عمرك سليم؟ 13 سنة. الله يبارك. شاطر؟ نعم. وقتاش اليوم العالمي لحقوق الإنسان؟ 1 ديسمبر. لا 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 لا. اللي يكونوا هنا ما عندهمش حق في الجواب، اللي يكونوا هنا ما عندهمش حق في الجواب، لازم تكونوا ملهيك. شوفوا الشاطرة هذه، واسمك بنتي؟ أمينة. أمينة، شحال في عمرك أمينة؟ 11 سنة. شاطرة في الدراسة؟ نعم. الله يبارك. وقتاش اليوم العالمي لحقوق الإنسان؟ 1 نوفمبر. لا 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 لا، قلت لكم قريب يجي. يلا، واسمك بنتي؟ مروة بوراس. مروة بوراس، الله يبارك. شحال في عمرك مروة؟ 10 سنوات. شاطرة في الدراسة؟ نعم. وقتاش اليوم العالمي لحقوق الإنسان؟ 10 ديسمبر. 10 ديسمبر أحبائي. تعالي تعالي تعالي، جيبوها، تصفيق عليها تصفيق عليها تصفيق عليها. أحبائي، حقوق الإنسان مهمة جدا. حق العلاج، حق التربية، حق أن يكون عنده وطن، حق أن يكون عنده اسم، عنده حق أن يكون حر. يا أخي أحبائي، حقوق الإنسان مهمة جدا. تعالي تعالي بنتي. إذن عودي ذكرهم باسمك. مروة بوراس. مروة، وين سكني مروة؟ في الخمسة. أنا في عين زال؟ نعم. الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك. أعطيه الهدية تاعها، أعطيه الهدية تاعها، أعطيه الهدية تاعها. إذن بنتي، شيبس مهبول راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي هذا الحفل، يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تستفادي بها. شكرا. العفو العفو، تقدري تبقي معنا. شوفوا لها بلاصة شابة. إذن السلام عليكم بتحية الإسلام، فيها سكينة واطمئنان. أحبائي، إلقاء السلام مهم جدا في المجتمع. لازم لما تخرج من البيت، لما تدخل المدرسة، لازم لما تمر في الحي، لما تدخل دكان، لما تروح أي مكان، لازم تسلم على الناس. هذه من حسن الخلق، من الأداب كذلك. إذا تغنوا كامل معايا سلام عليكم. يلا. سلام عليكم بتحية الإسلام، فحيوا بربكم وعليكم السلام. سلام عليكم بتحية الإسلام، فحيوا بربكم وعليكم السلام. بالسلام، فيها سكينة واطمئنان، هي من خلق الإسلام، معناها خير وأمان. حي الناس بالسلام، فيها سكينة واطمئنان، هي من خلق الإسلام، معناها خير وأمان. سلام عليكم بتحية الإسلام، فحيوا بربكم وعليكم السلام. سلام
تنال الأجر منها، أوصى بها خير الأنام، عود نفسك عليها وردها بكل احترام، ستنال الأجر منها، أوصى بها خير الأنام، عود نفسك عليها وردها بكل احترام. سلام عليكم بتحيات الإسلام، تحيوا بربكم وعليكم السلام. دليل تربية وأداب ورفعة للشعوب، فيها يقين وصواب، هي ألفة للقلوب، دليل تربية وأداب ورفعة للشعوب، فيها يقين وصواب. سلام عليكم بتحيات الإسلام، تحيوا بربكم وعليكم السلام. بالسلام فيها سكينة واطمئنان، هي من خلق الإسلام، معناها خير وأمان. حي الناس بالسلام فيها سكينة واطمئنان، هي من خلق الإسلام، معناها خير وأمان. سلام عليكم بتحيات الإسلام، فحيوا بربكم وعليكم السلام. شكرا شكرا شكرا. دليل تربية وأداب أحبائي، إلقاء السلام مهم جدا، ورد السلام أهم يا أحبائي. دليل تربية وأداب. كاين إنسان دائما، شكون هو الإنسان اللي عمو يزيد كيغني عليه يقول يحفظ النظام، يساعد الأطفال، يخفف الزحام، يحارب الإجرام، من؟ الشرطي. إذن أحبائي أعطونا تحية تقدير للشرطة لقيمة، من فضلكم تحية كامل 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 كامل. شكرا شكرا. عمو يزيد دار أغنية تقدير لسلك الشرطة، قل فيها أنا شرطي المرور. تغنوها كامل معايا. أنا شرطي المرور، كل بهجة وسرور. أنا شرطي المرور، كل بهجة وسرور. السير أراقب العبور، أساعد الغير مبتسم صبور. أنظم السير أراقب العبور، أساعد الغير مبتسم صبور. أنا شرطي المرور، كل بهجة وسرور. أحارب الإجرام، أخفف الزحام، أساعد الأطفال شجاع مقدام. أحارب الإجرام، أخفف الزحام، أساعد الأطفال شجاع مقدام. أنا شرطي المرور، كل بهجة وسرور.
أمانة أحفظ النظام أحارب الخيانة وأضمن الأمان أصون الأمانة أحفظ النظام أحارب الخيانة وأضمن الأمان أنا شرطي المرور كلي بهجة وسرور أنظم السير أراقب العبور أساعد الغير مبتسم صبور أنظم السير أراقب العبور أساعد الغير مبتسم صبور أنا شرطي المرور كلي بهجة وسرور أنا شرطي المرور أنا شرطي المرور كلي بهجة وسرور برافو 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 كلي بهجة وسرور لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم أحببناكم سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع برافو لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد شكرا عم يزيد على هذه الاستضافة وإن شاء الله نقول يزيد يزورنا مرة أخرى احنا نحبوا عمو يزيد ونشكره بزاف على هذه الحلقة اللي دار هنا مشكورين على الحفل هذا نتمنى لكم النجاح إن شاء الله وتوفيق وزيارة إن شاء الله مرة أخرى لمدينة عين أزهل شكرا عمو يزيد على هذه الحلقة المليحة إن شاء الله أنا فرحانة كي جا عمو يزيد إن شاء الله ذوك يجي نحبه بزاف عمو يزيد ونشكره بزاف بزاف على هذه الحفلة المليح اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد حمل التطبيق من البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية بعد التحميل فعل التطبيق واكتشف كل اللقاءات كل الحصص كل الحفلات وأكثر عيد ميلادك أحلى عيد تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي أجمل هدايا يهدولوا هيا نصفق ونغنيلوا وسوف نهديك هدية عيد ميلادك هيا نصفق ونغنيلوا هذا البرنامج برعاية رامي شيبس مهبول قدم لكم هذا البرنامج التحدي يسوق درب الفريقين والمغامرة تستحق العناء باش يوصلوا للهدف كل فريق يختار طريقه تظهر أولى العقبات الطريق كلها تحديات ومفاجآت المراحل صعيبة وفيها بزاف حواجز كل يبذل جهد باش يتجاوزها
في نهاية المغامرة يتلاقى الفريقان ويتحدوا باش يواجهوا آخر عقبة أمامهم ويتغلبوا عليها بفضل ذكائهم. وفي الأخير كل مغامر ينال مكافأة. رامي آب، متعة المغامرة.